السيد محمد عبد السلام المحلل السياسي السوري. استاذ محمد ارحب بك على او استاذ محمد ارسلان ارحب بك على اكسترا نيوز. ومعركه ادلب هي معركه مرتقبه، والجيش السوري يقوم ربما بالتمهيد لهذه المعركه. الرئيس السوري بشار الاسد في حواريه التلفزيونيه الاخير قال انه من السهوله ربما بمكان ان يدخل الجيش السوري الى هذه المنطقه وهذه المحافظه، لكن ربما يخشى من المدنيين ويعطي فرصه للمدنيين للخروج من هذه المحافظه. هل هكذا ضربات استباقية، هل هكذا هجوم من قبل الجيش السوري في أطراف مدينة إدلب ومحافظة إدلب ينم عن ضوء أخضر من القيادة السورية لدخول هذه المحافظة؟ بداية تحية لكم ولمشاهدينكم الكرام. بالفعل يعني منذ عدة أيام تجري اشتباكات قوية جدا في جنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حماة، يعني للسيطرة على الطريق الدولي الذي يربط بين حلب ودمشق وكذلك حلب واللاذقية. هذا الطريق الذي يسيطر عليه المرتزقة المدعومين والممولين من تركيا منذ عدة سنوات. لذلك هذه المحاولة طبعا هي محاولة مهمة جدا وسوف تغير من موازين القوى في على الجغرافيا السورية والتي سوف يكون له تداعيات على مباشرة على اجتماعات أتيتانا أو اجتماعات اللجنة الدستورية، خاصة أن الطرق الحيوية من يسيطر عليها سيكون بيده أوراق ضغط كبيرة. هذه القوى التي تحررت خلال الأيام الأخيرة هناك تقريبا أربعة قرى تم تحريرها، والقرية الأخيرة هي أم الخلاقيل، هي بداية للسيطرة على هذا الطريق وبداية لتحرير المدن المشرفة على هذا الطريق كمعرة النعمان، وهي موقع وموقعها استراتيجي لأنها تطل مباشرة على محافظة إدلب التي يسيطر عليها أحرار الشام المصنفة إرهابيا وفق كل يعني الدول اللي كانت محليا او اقليميا او دوليا وحتى من قبل الامم المتحده. هذه يعني الاشتباكات المستمره سوف نشهد في قابل الايام، يعني خلال الايام المقبله، اشتباكات اعنف وكبيره جدا للسيطره على المدن والقرى وهذا الطريق الحيوي. وطبعا هذا كله يصب في خانة يعني استرجاع المدن أو السيطرة على الجغرافيا المتبقية تحت أيدي المرتزقة المدعومين من تركيا. هذا من طرف، طبعا من طرف آخر الضوء الأخضر الروسي، يعني هذا هو العامل الروسي هو المهم في تحرك الجيش السوري في جنوب إدلب أو شمال حماة والسيطرة على هذا الريف الشاسع. يعني طبعا هذا الضوء الأخضر يعني لنكن نوعا ما واضحين، خاصة أن كافة اجتماعات سوتشي التي تمت يعني كانت هناك ما بين تركيا وروسيا خلال هذه الاجتماعات توافقات أو تفاهمات ما بين هذين الطرفين على مقايضة منطقة بمنطقة ما. يعني رأينا يعني خلال تلك الاجتماعات أنه تم تحرير حلب من هذه من المرتزقه والارهابيين، نعم، وبمقاضاتها بمنطقه جرابلس والباب والراعي، كذلك حينما تم تحرير الغوطتين الغربيه والشرقيه تم مبادلتها بعفرين. الان يعني عمليه تحرير هذه الاراضي في جنوب ادلب والسيطره على الطريق الحيوي والمدن الاستراتيجيه هي جاءت ايضا بتفاهمات روسيه تركيه، نعم، في مقابل السيطره على مدينه وبالتالي العين وبالتالي سيد محمد نعم وبالتالي سيد محمد هذه المعركه هي تخضع طبعا زي ما حضرتك قلت تخضع لتفاهمات بين روسيا وتركيا وإيران أيضا. كان هناك اجتماع ثلاثي منذ أسابيع في تركيا بين هذه الدول الضامنة للملف السوري ولم يتم التوصل وربما لم يتم التطرق أصلا إلى هذه المحافظة أو هذه المعركة معركة إدلب. هل ترى أن هناك انتظار يتم بالتوافق بين القوى الثلاثة بين الدول الضامنة الثلاث حول هذه المعركة والاستقرار عليها في شكلها الحالي التي تتضمن ربما وجود الجماعات والعناصر المسلحة بعضها إرهابي وبعضها من المعارضة السورية المسلحة موجود في هذه المحافظة؟
يعني هي نحن الآن في تقريبا في نهاية ما نستطيع أن نسميه يعني مجازا المسرحية على الجغرافيا السورية. يعني الآن هناك عملية تسوية سياسية وكتابة الدستور والنقاش على هذا الدستور، وإن كان الكثير من كانت الكثير من الأطراف مغيبة، ولكن في النهاية سوف يتم تشكيل أو إعادة صياغة الدستور من جديد وفق رغبات الشعب السوري تقريبا، وكذلك مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية. هل تراهن على اللجنة الدستورية سواء كانت الموسعة أو اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الموسعة في كتابة دستور يرضي ويلبي مطالب السوريين من المعارضة ومن أيضا تبع الحكومة السورية أو المنتمين للحكومة السورية ونظام بشار الأسد؟ يعني كتابة الدستور أو إعادة صياغة الدستور الجديد لسوريا المستقبل يرسمه يعني من الناحية النظرية الشعب هو الذي يخط الدستور ويوافق عليه بعد عملية استفتاء يقوم بها، ولكن المشكلة أو المعضلة الآن الذي أو التي يواجهها الشعب السوري هي أن الأطراف التي تعمل إن كانت مصغرة أو موسعة تعمل على كتابة أو إعادة صياغة الدستور، أحد هذه الأطراف يعني هو من يرتهن لتركيا. هذا الطرف الآن هو يعني يساند ويدعم العدوان والغزو التركي على الشمال السوري. نعم. يعني هذا الطرف الذي يمثل 50 يعني الثلث اللجنة التي تكتب الدستور، يعني 50 شخص هم من ممولين من أو التي اقترحت أسماءهم تركيا، وال50 الآخرين الطرف الآخر هم من يعبرون عن وجهة الحكومة. نعم، و50 الآخرين اختارهم المبعوث الأمم المجتمع المدني. نعم، اختارهم يعني المبعوث الأمم للأمم المتحدة. أيضا هل تعول على هذه اللجنة بهذا التشكيل الذي حضرتك ذكرته، وأنت قلت أن هناك ثلث ربما هذا التشكيل مختارين من النظام التركي ورجب طيب أردوغان، هل تعول على كتابة دستور يلبي يجمع السوريين أولا ويحافظ على وحدة وسيادة سوريا ويلبي طموحات وأمال الشعب السوري؟ يعني كما قلت هذه هي المعضلة الكبيرة، كيف سوف يعني هذه الأطراف كيف سوف تلبي طموحات الشعب السوري وقسم من رئيسي من الذين يحاولون يعني كتابة هذا الدستور هم من المتأسلمين والمرتبطين بالإخوان المسلمين وبتركيا، والذين سوف يفرضون دستور إسلامي حسب وفق رؤيتهم أو منظورهم للمستقبل السوري. نعم. يعني المشكلة في عند الشعب السوري بناء دولة وطنية يكون فيها الكل متساوون في الحقوق والواجبات، ولكن هذه الأطراف التي تحاول أو تخدع الشعب السوري على أنها تكتب دستور وطني، وكيف هي ستكتب دستور وطني وهي تساعد الجيش التركي في احتلال الشمال السوري؟ أين الوطنية في هذا الدستور؟ هذه هي المشكلة. يعني لا أعتقد أن هذه اللجنة بصيغتها الحالية أو بأفرادها وبصفوفها الحاليين سوف يكون بمقدورها كتابة أو صياغة دستور وطني يجمع كل الشعب السوري تحت مظلته. طيب. نعود إلى معركة إدلب، هل تتوقع وقت معين لانتهاء هذه المعركة ودخول الجيش السوري إلى إدلب والسيطرة على كافة مناطق الشمال الغربي طبعا لسوريا؟ يعني على ما أعتقد أن المرحلة الأولى هي سوف تكون إعادة السيطرة وتحرير الطرق الحيوية الموجودة في هذه المنطقة، وخاصة كما ذكرت طريق حلب دمشق وحلب اللاذقية وبعض المدن الاستراتيجية وخاصة خان شيخون ومعرة النعمان، ولكن مركز مدينة إدلب يعني هل سوف يدخلها الجيش السوري ويحررها من المرتزقة وداعميهم، يعني حتى النقاط التركية نقاط المراقبة المتواجدة هناك هل سوف تنسحب أم لا، أم هناك تفاهمات أو توافقات روسية تركية أخرى في المستقبل؟ ولكن من المؤكد المرحلة الأولى من هذه الحرب سوف يتم استعادة السيطرة من قبل الجيش السوري على هذا الطريق وبعض المدن، ولكن كمركز مدينة إدلب أعتقد يعني سوف يتم تأجيله لمرحلة أخرى لتفاهمات أخرى. نعم، هو يخضع لتفاهمات سياسية وليس إلى حرب عسكرية أو معارك عسكرية. نعم نعم. السيد محمد أرسلان المحلل السياسي السوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، حدثنا عن الشأن العسكري والسياسي أيضا والدستوري أيضا السوري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.